السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو لو عايز تخس في دقيقة ونص. طبعا كلنا عايزين نخس، وكلنا نفسنا نعرف ازاي الطريقة المثلى اللي نخس بيها. هنتكلم النهاردة عن معدل التخسيس الطبيعي، اللي هو ان احنا لو مشينا ومارسنا رياضة وعملنا مساج وعلاج طبيعي ساعة كل يوم على الأقل، مع مذيبات الدهون والشوربة الحارقة للدهون والمواد اللي بتحرق الدهون في الجسم، والزبادي بالثوم والسلطة الخضراء باستمرار، ونقلل النشويات في أكلنا جوه برنامج كامل من 16 ل 17 حاجة لحرق الدهون. ومع ذلك التخسيس المثالي من 1 ل 2 كيلو في الأسبوع. ما ينفعش أنزل 5 أو 6 كيلو في الأسبوع، ما ينفعش. يعني الواحد لو عايز يخس في الشهر من 3 ل 4 كيلو، أو قدر يخس من 3 ل 4 كيلو في الشهر، ده يحمد ربنا ويبوس إيده وش وظهر ويشكر ربنا، بس يقدر يحافظ على المعدل ده، لأن في ناس كتيرة نفسها قصير. يعني واحدة مثلا وزنها 80 كيلو وطولها 150 سنتي وعاوزة تتجوز، فعاوزة تنزل 30 كيلو في خلال شهر، لا ولا حتى شهرين، مش هينفع. ما بلاش تتجوز، مش هينفع، لأن معدل التخسيس الصحي اللي هو لا يزيد عن 1 ل 2 كيلو في الأسبوع. يعني الشهر كله من 4 ل 5 كيلو. يعني أنا لو عندي 20 ل 30 كيلو زيادة في الوزن، دول ياخدوا حوالي 6 شهور على بال ما أقدر أنزلهم، وإلا جلدي يكرمش وعظمي يفشفش والأعضاء اللي جوه تسيب من بعضها كده. وما ينفعش، المفروض نبقى عندنا نتعلم ازاي المعدل يكون مظبوط عشان ما نضرش نفسنا واحنا بنخس. وشكرا.